السلام عليكم. تم التقاطها بتلسكوب جيمس ويب، لكني فوجئت بتعليقات بعض الملحدين فرحانين بهذا الكشف. تستحق هذه الصور مبلغ $10 مليار اللي هي تكلفة التلسكوب جيمس ويب؟ الملفت للنظر أن هذه الصور نفسها تزيد الذين آمنوا إيمانا وتزيد المنبهرين بالغرب سفها وكفرانا. الشاك أو المهزوم نفسيا والذليل للغرب يتكلم عن هذه الاكتشافات وكأن الذين صوروها هم الذين خلقوها. هذا مع أن المكتشفين والمنبهرين بهم والبشر أجمعين لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ذبابة واحدة مش مجرة ولا حتى نجم ولا كوكب.